حين تشعر الأوطان بأن أمنها القومي قد تهدد، حين شعرنا جميعا في الخليج بأن لبنان قد استبدل الكباب اللبناني بالتشلو كباب والدوري اللبناني بالزعفران والشروال الأسود الجميل اللي كان يلبسه نصر شمس الدين بسروال إيراني مخطط طولا، ويعني الطربوش استبدل بالعمامة، كل هذا حقيقة يعني نعيد هذه الحسابات مرة نعم، أخرى. ولكن دكتور، هذه الجملة، هل نحن نتعامل مع لبنان أم أننا نتعامل مع إيران عن طريق لبنان؟ دكتور، أليس هناك مبالغة بهذه النقطة تحديدا؟ يعني لبنان اليوم لم يفقد بعد هويته، في هناك جزء كبير من اللبنانيين ما زالوا يقولون بأنه هويتنا عربية، انتمائنا عربي، وأنه وفي رفض للوجود الإيراني. يعني اليوم لبنان بحكم نظامه الديمقراطي هذا الفريق ممثل، يعني ما بتقدر تظهره من الحياة السياسية. يعني أنا أتمنى لهم التوفيق وأتمنى لهم النجاح وأتمنى أن ينجحوا بدون دماء، لكن نحن في المقابل لا نستطيع حقيقة أن نكون يعني ملكيين أكثر من الملك، لا نستطيع أن نكون لبنانيين أكثر من اللبنانيين أنفسهم، وعلينا نتمنى لهم التوفيق. وفي نفس الوقت نحن نقول وننادي دوما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هذه مشكلتنا مع إيران، وبالتالي نحن لا نريد أن نتدخل في الشأن اللبناني مثلما تتدخل إيران في الشأن اللبناني، لكن واقع الحال أيضا يقول بأننا أمام دولتين في لبنان تماما كما الحالة مع إيران. اسمحي لي بس أكمل هذه النقطة، لأننا أمام وجه يعني بدلة وجميلة وكذا وتتكلم وإحنا وإخوانكم وعرب وما عرب، لكن واقع الحال بأن من يتخذ القرار يلبس عمامة لا يلبس هذه البدلة ويكلمنا بالطريقة اللبنانية السلسة. دكتور، يعني ما الذي تطلبه اليوم دول الخليج لإعادة ترتيب العلاقة مع لبنان؟ يعني أفهم من حديثك ما تقولونه اليوم فصل أو حصر السياسة الخارجية، حصر القرار السياسي بيد الدولة اللبنانية بدون يعني بدون ما يكون في أي سلطة لحزب الله عليه، أو عودة حزب الله إلى الداخل. نحن نريد لبنان للبنانيين، ما دام لبنان ليس للبنانيين فنحن لسنا مجبرين بأن نتعامل مع لبنان. دكتور، هل يعني يحكى اليوم عن تصعيد خليجي في حال لم تتخذ الحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين أي قرارات أو أي إجراءات بعد ما حصل من أزمة دبلوماسية مع دول الخليج؟ إلى أين ممكن أن يصل هذا التصعيد؟ يعني ماذا ممكن أن نشهد بالأسابيع المقبلة؟ لعل الزملاء معك في الاستوديو من لبنان العزيز علينا يجيبوا على السؤال نفسه، يعني هل سيبقى لبنان على هذه السياسة، واسمحي لي على استخدام الكلمة، الرعناء التي تذهب وتستشير وتأتمر بأمر طهران؟ إذا كان الأمر كذلك فطبعا أتوقع بأن يكون هناك تصعيد ليس فقط من الخليجيين وإنما حتى من أطراف أخرى عربية وغير عربية.